إنها الحر قد تثقل القلب. السيسي بيتعامل مع الشعب المصري على أنه هو العدو، ودايما تلاقيه يعادي المصريين في كل شيء، من رفع أسعار لإذلالهم عشان لقمة العيش وتحملهم ما لا يطيقون، تردي خدمات، رفع أسعار، وأخيرا تهجير من بيوتهم بالقوة دون تعويضات. ولكن يبدو أن في فئة من الشعب المصري شرب نيل، مية من نيل غير النيل اللي احنا بنشرب منه، هم أهل الوراق اللي بيتصدوا لمخططات التهجير اللي شغالة من سنين عشان يسلموا أرض الجزيرة بتاعتهم تسليم مفتاح للمستثمر الإماراتي. وده ما عجبش السيسي، وحس معاه أنه الناس ما بقتش تخاف منه، فاستخدم معهم سلاح القوة. النهاردة بدأت النظام المصري يستخدم العصا الغليظة ضد أهالي جزيرة الوراق، وحصلت مذبحة، معركة ما بين الشرطة المصرية وأهالي جزيرة الوراق المصريين. وصلت أصداء الأحداث دي للصحف العالمية، وده اللي خلى الاندبندنت يسأل ماذا يحدث في جزيرة الوراق. حظر دخول مواد البناء يجدد النزاع، والدولة تلجأ إلى اتباع سياسة الشراء الرضائي في مقابل الرحيل، وهذه هي مطالب الأهالي. اللي حصل يا حضرات هو أن أفراد الشرطة النهاردة اعتدوا على شباب من جزيرة الوراق عند المعدية اللي هي ناحية شبرا بالسلاح الأبيض بالمطوة ضابط، وأصيب ثلاث شباب أو عدد من الشباب. وأدي الفيديو. ثلاث ضباط جم الصبح معاهم سلاح، ومعاهم طبعا السلاح العادي اللي هم لا معاهم مطاول، جمعاهم مطاول ماشي، وتعاملوا مع ايه؟ وتعاملوا مع الشباب، وتعاملوا مع الشباب وعوروا ثلاثه بالمطاوي مش بالسلاح بقى، بالمطاوي. بعد كده ضرب عليهم غاز وخرطوش وكده الناس اتجمعت ثلاث الاهالي، وبقى ايه؟ بقى فريقين، فريق هنا الدولة المصرية، القوات الإسرائيلية الناحية التانية، وهنا ايه؟ وهنا قوات شعب مصر او مصر، هنا ايه؟ وهنا قوات مصر. شوف الضرب. شايفين يا شعب مصر علامة مباشرة اهو الضرب، خد يلا يلا عليهم فوق، خد يلا اوبا. خلنا يا محمد، مين ده محمد عيسوي ولا هذا؟ وطبعا يعني اسرائيل بتضرب في لبنان، والسيسي بيضرب في الجزيره. وطبعا الاحتكاك بين الاهالي وقوات الامن شغاله بقى لها فتره بسبب محاصره الامن للجزيره ومنع دخول اي مواد بنا للجزيره، وده اللي خلى قوات الامن تتوجه بحشود من عربيات الامن المركزي لمحاصره الجزيره، وده اللي في الفيديو ده. شايف كم عربيه؟ كم عربيه امن مركزي؟ ومع بدايه اليوم النهارده فوجئ اهالي جزيره الوراق بالشرطه وهي بتضربهم بقنابل الغاز المسيله للدموع وبالخرطوش وبالقناصه، والله العظيم تخيل. محمد الشرقاوي رئيس العصابه بيقول همسحكم، بيقول مش هخلي حد، واحنا واقفين بنكلمه باحترام، والضباط يزقوا فينا كده يقول احنا مش هنخلي حد. وعيدك كده يعني هذا خرطوش اهو، اثنين بلي اهو، واحد اثنين، هذا هو ثلاثه، هذا اربعه، واحد متقطع هناك، هذا خمسه، تعالى سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، هذه فزاره كده، هذه فزاره، لا لا مش حاجه فزاره، ده كده يرضي ربنا. وهذا في ايده اهو، شايفين بينشال اهو، شايفين اهو من قدره اهو، سامعين بينشال علينا الشرطه اهو، بينشال اهو، انا قاعد في الارض اهو،
بينشلوا قناصة. أصل هم عادتهم ولا يشتروها ما عملوها ولعوا دول طفوا بيتهم اللي ولعوا طفوا بيت طفوا بيت. الزاويه دي من ناحيه الزمالك الكورنيش ده بتاع الزمالك. دي الزاويه بقى من الناحيه الثانيه يعني اللي انتوا شفتوه الاولاني من داخل الجزيره ده بقى من زاويه جزيره الزمالك. فشوف الدنيا عامله ازاي. بص العب شايف 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 الصواريخ بيتضرب. شايف الجزيره عامله ازاي. حرب اهليه يا بيه. يعني سكان الزمالك دلوقتي بيتفرجوا على ما يحدث في لبنان بس حي لايف مش تصوير بقى لا قاعدين هم بقى في المسرح او ما يحدث في غزه. شايف شايف المشهد. سكان الزمالك الحي الراقي الجميل ده بتاع عمرو موسى والناس دي قاعدين يتفرجوا على المشهد ده يقول لك يا ده يظهر الدنيا دعك جامد قوي ضربوا باليستي ولا لسه. كل اللي بيحصل لاهالي الوراق ده من السيسي هو هدفه تهجيرهم من بيوتهم. واللي مر بمراحل كتيره جدا منها محاولة أخذ البيوت وكان في حيلة ونصب وتزوير زي ما هنسمع من المواطن ده. ممكن حد يبيع بيتي وأنا ما أعرفش؟ أنت بتقيس أرضي وبيتي وأنا ما أنا في قلب البيت وما أعرفش إن أنت جاي تقيس. أنت مين وبتقيس وبتعمل إيه؟ قال أنا جاي أرفع مقاسات المكان ده. أنت مين كلفك إنك أنت تقيس المكان ده؟ والله ده أنت الكلام ده روح شوفه في الجهاز. إحنا مكلفين بنقط بنيجي نرفعها. طيب رحت الجهاز مين اللي قال لك فلان الضابط فلان؟ لا يا جدعان يا عم ابراهيم الاستمارات اللي شغاله بالمصري دي شغاله ازاي؟ شغاله يا باشا كمان بيروح يجيبوا مثلا دلوقتي ثلاثه ولا اربعه بيجيبوا واحد مسؤول من كل منطقه يقول له تعالى جيب لي خمس طلبات على الاستمارة على الطلب شوف 500 جنيه. الراجل يروح مثلا بيدي للناس 300 جنيه وبياخد هو ال 200 في جيبه. اهو الراجل ده مش فارق في التصوير هو بقى. الكاميرا دي انا عاوز اعرف الكاميرا الخفيه ولا ايه؟ وبعد كده طلعنا اللي احنا بنبيع اهو الكاميرا دي بقى 24 ساعه. لا 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 الارض نفسها مثلا سفنتي. انت لو انت جيتي عشت في المكان دوت يوم ولا حاجه المكان حياه. انا بقول لها بقت حياه جزيره محوطه البحر من اربع الاتجاهات. شوف الفيديو ده شوف الفيديو ده قبل ما تبعته عشان قبل ما تعرضه عشان ده فيديو مهم. طيب ببساطه كده ننصب على الناس نزور ورق او نحاصر الجزيره لاجبار الاهالي على بيع بالقوه. وده اللي رفضوه الاهالي وقالوا القوات احنا انقذوا قواتنا على الحدود اولى من محاصرتنا عشان نبيع بالعافيه. ادي مواطن من الجزيره بيقول الكلام ده. هو ده اللي ماشي معانا في الجزيره بيشتروا بيوتنا بالعافيه. عايز يشتري بيتي بالعافيه. انا مش هبيع بيتي يا عم. انا حر مش هبيع بيتي. انا حر نفسي اشوف القوات دي كده لما اولادنا ماتوا على الحدود كده كان نفسي دول يتحركوا ويجيبوا حقه زمايلهم. انما لا بيتفلحوا علينا احنا. الصلاه على النبي شفتوا السلاح شفتوا فلوسنا ايه؟ فلوس شعب مصر ايه؟ لما اخواتنا ماتوا على الحدود في غزه كنا عايزين اي رد فعل كده. ما حدش اتنحرر وجاب حق اخواتكم ليه؟ ما اتنحررتوش وجبت حق زمايلكم اللي ماتوا انت وهو. كل لكن اللي بيحصل ده لاهالي جزيره الوراق ما يمنعش ان السيسي بيسعى لبناء الانسان المصري. امال ايه؟ الله الراجل. وبص الصحفيين موجودين اهم. العب يا بيه. لنبني معا انسانا قويا واعيا رشيدا يبني وطنه في مختلف المجالات ليكون قدوه ونموذجا حسنا لتعليم دينه. انسانا صاحب شخصيه قويه سويه قادرة على تخطي الصعاب ومواجهة التحديات وبناء التقدم والحضارة والعمران. شايفين بينشل اهو؟ شايفين؟ اهو من قدرة سامعين بينشل علينا الشرطة اهو بينشل اهو انا قاعد في الارض اهو. فين بقى كلام السيسي اللي وقف وقال لأهالي سيناء اللي هجرهم من بيوتهم بالقوة لصالح إسرائيل؟ قال لك احنا ما هجرناش حد. أفكرك بالكذاب الأشر؟ واحنا بنعمل ده انت قلت كلمه الدكتور صلاح بيقول اللي ايه المهجرين. يا دكتور صلاح احنا ما هجرناش حد. احنا ادينا لا اصل انا بقول له عشان كده كل كلمه ليها معنى ولازم نخلي بالنا واحنا بنقولها. طب يا سيسي تقدر تقول لي اللي بيحصل في اهالي الوراق ده اسمه ايه؟ مش ده تهجير برضو؟
ما هو يعني انت كذاب ليه كده اهو؟ اتفضل. نشاهد العالم كله علينا، احنا اهل جزيرة الوراق، الشرطة المصرية والدولة المصرية بتتكالب علينا عشان تاخد ارضنا وبيوتنا، واحنا مش هنستسلم ومش هنبيع. انت قلت كلمة الدكتور صلاح بيقول اللي ايه؟ المهجرين. يا دكتور صلاح احنا ما هجرناش حد. احنا ادينا. لا لا. اصل انا بقول له عشان كده كل كلمة ليها معنى ولازم نخلي بالنا واحنا بنقولها. لكن يظهر ان السيسي اللي بيقول احنا ما هجرناش حد هو اللي امر بتهجير اهالي الوراق لما اتكلم عن الجزر اللي في النيل وقال ان ما ينفعش يكون حد وراح جايب سيرة جزيرة الوراق كده. اسمع. اثرت عليك. خليني اقول لكم بصراحه كده، لسه كنت بتكلم مع دوله الرئيس السائل على بدايه قبل ما نخش نتكلم انا مع بعض، قلت له في جزر موجوده في النيل، هذه الجزر طبقا للقانون المفروض ما بقاش في حد موجود عليها، مش كده ولا ايه؟ يا اما محميات يا اما مش مسموح ان يبقى حد موجود عليها. تمام. وبعدين الاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدانة مش هذكر اسمها، وابتدت العشوائية تبقى في جواها والناس تبني ووضع يد ويبني عليها. ارجع تاني خطوتين كده. في جزر في النيل مش مسموح لحد. طيب أنا بالنسبة بقى تحية لأهالي اللي بيدافعوا عن أرضهم واللي واقفين زي الشوكة في زور المستثمر الإماراتي. الكلام اللي قاله السيسي واللي عرضوه زمايلي دلوقتي اهو، رئيس الوزراء يوجب الالتزام بالبرامج الزمنيه لاخلاء المنازل والاراضي وصرف التعويضات. انا بس عايز اقول اهالي جزيره الوراق انتوا ناس جامدين جدا، وانتوا فعلا زي ما قال احد الزملاء او الاصدقاء انتوا شاربين ميه غير اللي احنا شاربينها بصراحه. في جزيره ثانيه بقى بيقال الكلام اللي من دول بيقال، ما عنديش معلومة مؤكدة، ان يبدو ان النظام السيسي قال لنظام الامارات سيبوا جزيرة الوراق دي في حالها. في جزيرة اسمها جزيرة بين البحرين. جزيرة بين البحرين دي هي تحت كوبري المنيب. الجزيرة دي مساحتها كبيرة جدا، فيها مثلا ثلاث معديات وتقريبا ثلاث كنائس، ده غير المساجد اللي فيها. الجزيرة دي بتبص من الناحية دي على مانيا الشيحة ومن الناحية التانية على المنيب، وهي هعرض بس الفيديو بتاعها اللي كنت بعته للزميل بيبو دلوقتي. الجزيرة دي يا حضرات واضح ان اتحط العين عليها. هل هي بديل لجزيرة الوراق؟ ممكن هي دي. هل هي من الجزر اللي السيسي قال عليها في جزر في النيل مش مسموح لحد يقف عليها؟ الجزيرة دي مساحتها كبيرة جدا، وقدام المستشفى العسكري وعمارات عثمان هي في المعادي، والناحية التانية مانيا الشيحة فيها ثلاث كنائس ثلاث معديات وفيها مجموعة مساجد. الجزيرة دي الجيش حط عينه عليها. أنا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله مرة تانية أهو، الجزيرة دي حضرات من الجزر اللي ربما تكون بديلة لجزيرة الوراق أو مشروع تاني، لأن السيسي قال في الفيديو اللي فات ده في جزر في النيل مش مسموح لحد يقعد يسكن عليها. معلش حط بقى الفيديوين دول جنب بعض كده عشان تعرف إن السيسي واضح إنه باع الكل. هل أنا بقول أهو، هل دي جزيرة هتبقى بديلة عن جزيرة الوراق؟ في كلام كده. هل هي مشروع تاني زي الوراق؟ ممكن. بس الجزيرة دي يا حضرات إلى سكان جزيرة بين البحرين اللي هي قدامنا دي، الجزيرة بتاعتكم وتحط العين عليها. فإما أن أنتوا تعملوا زي باقي الشعب وتستخبوا وتمشوا، أو أن أنتوا تعملوا زي جزيرة الوراق وتتمسكوا بأرضكم. اسمع السيسي في الفيديو اللي جابوه زمايلي ده. اسمع. اثرت عليك. خليني اقول لكم بصراحه كده، لسه كنت بتكلم مع دوله الرئيس السائل على بدايه قبل ما نخش نتكلم انا مع بعض، قلت له في جزر موجوده في النيل، هذه الجزر طبقا للقانون المفروض ما بقاش في حد موجود عليها، مش كده ولا ايه؟ يا اما محميات يا اما مش مسموح ان يبقى حد موجود عليها. تمام. وبعدين الاقي مثلا
جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدانة مش هذكر اسمها، وابتدت العشوائية تبقى في جواها والناس تبني ووضع يد ويبني عليها. إلى أهالي جزيرة بين البحرين، ما عندكوش غير اختيارين، جزيرة بين البحرين اللي عند المنيب اللي بيبص على المعادي كده شرقا ومنيا الشيحة غربا، هتعملوا إيه؟ ما قدامكوش غير حلين، يا إما تعملوا زي بتوع جزيرة الوراق وتبقوا رجالة وتقفوا وقفة رجالة كده، أو أن أنتوا تعملوا نعاج وتسلموها. الناس في جزيرة الوراق وجهوا رسالة وقالوا للشعب المصري دي فرصتكم، ما تسيبوش جزيرة الوراق تقاوم لوحدها. نشوف الفيديو ده كده. جات لك الفرصة يا شعب مصر بقى، جات لك الفرصة يا شعب مصر، انت كل حاجة بتتكل على الجزيرة، جات لكم الفرصة يا شعب مصر، جات لكم الفرصة، الجزيرة تعبت، جات لك الفرصة، حكومة مصر كده كده كلها هنا يا شعب مصر، اهو 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 يا شعب مصر، حكومة مصر كلها هنا يا شعب مصر، يا شعب مصر، حكومة مصر، الجزيرة مش هتحارب لوحديها يا شعب مصر، احنا عندنا حرب شوارع يا شعب مصر، عندنا حرب شوارع، عندنا حرب شوارع يا شعب مصر، الجزيرة مش هتحارب لوحديها، اهو اهو حكومة مصر، الجزيرة مش هتحارب لوحديها، احنا هنا بنتضرب. السيسي باع البلد وما يهموش غير الفلوس بس، وما تفرقش معاه المواطن اترمى في الشارع ولا يلاقي سكن او ما يلاقيش، كل همه انه يبيع ويقبض الثمن، وانت بالنسبه له مجرد سلعه، انت من كائنات القاع. الاستاذ ياسر عبد العزيز في كتابه شعب من الاوز، انتوا من كائنات القاع. اللي بيحصل النهارده في جزيره الوراق مش بعيد عنك، هيتكرر في اماكن تانية حتى لو ما وقفتش ودافعت عن حقك، لو ما وقفتش ودافعت عن حقك مصيرك زي كده.